السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء عليكم. الله الفطور ديالنا غيكون عادي بزاف، وبغى يشاركني فيه حمزه، وخا غالبا هو ما كيدارش معايا الفطور، مي اليوم بغى يشاركني فيه بحد الاكله كيديرها لينا زوينه صراحه زوينه صراحه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. هو بغى يدير كاربونارا، وانا غندير لكم ان شاء الله هر بر غادي تشوفوها. وكندير فيها شويه السكر انايا في الاخر ان شاء الله، غادي تشوفوها معايا حيت الحريره كل مره وداك الشيء الواحد يبدل. المهم غتشوفوا معنا الفطور ديالنا العادي جدا 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 ان شاء الله يا ربي يعجبكم. ودابا الاتاك الكوزينه، راجلي غيدير الماء هنايا في القدره تغلى السباغيتي، وانا يوريتكم هنايا هربر اللي كندير. حتى انايا غندير الماء في الكوكوت يغلى، انا كنديرها وكنسد عليها باش دغيا طيب. المهم راكم غادي تشوفوا معنا بعينيكم، وكنوريكم حمزه كيوريكم شنو كيدير، وانا كنوريكم يعني داكشي ساهل وبسيط، يعني ما كيحتاجش مقادير صعيبه ولا شي حاجه.
وهنا البنات الماء غلا، الحمزة راه غيدير فيه سباغيتي، الماء فيه مليحه وشويه الزيت. وانا درت الهربر ديالي، درت غير زلافه، زلافه ما شاء الله كتخرج بزاف. غنسد عليها الكوكوت ونخليها باش دغيا طيب ليا، مهم 10 ل 15 دقيقه. وحمزه راه دار المقله فوق البوطه، غيدير لي لاغدون، غيدير زيت الزيتون ويدير لاغدون ديال بيبي، خديناه من لوكليره البنات. وشوفوا معنا المراحل الى الاخير. هنا زاد لا كريم فريش، وقبيله راه زاد السكر، شويه سكر. انا طابت لي الهربر ديالي، غندير الدقيق، غادي نخلطه بشويه الماء وشويه الحليب ياك، وغادي نزيدو على هربر، عاد نزيد نص سيترو ديال الحليب ولا اكثر، كتبغي هي الحليب هربر. الحاجه الزوينه انك تخلطي شويه الدقيق باش كتعقد، كتجي عاقده هربر وكتجي لذيذه. واللي بيزيد السكر يزيد، واللي ما بغاش يزيد السكر بيخليها مالحه، يخليها كل واحد والذوق ديالو. انا كتعجبني حلوه. وشوفوا معايا المراحل. Thank you.
هنا جيت نقطع شويه النعناع، نمشي نعمر شي بريريد يكون مشحر من داك الشي رفيع. ايوا تابعوا معايا. كما شفتوا معايا البنات هربرب اللي طابت، درت ليها جوج معالق ديال الدقيق وخلطتهم بشويه الماء وشويه الحليب ودرتهم في هربر، وعاود زدت نص سيترو ديال الحليب، ودابا زدت جوج معالق تاع السكر. انا عزيزه عليا هربر تكون حلوه، وخليتها تطبخ. ضروري الحليب مزيان باش كتجي هربر مزيانه. صافي وكندورها ونخليها كتطبخ مزيان حتى كتعقد وتجي مخيره. وكانوا بزاف سولوني على اتاي علاش ما كاينش فوق الطابله وداك الشيء البنات في الفيديوهات السابقه. راه حنا ما كنحطوش داك الصينية فوق الطابله حيتاش ما كتبقاش ليا البلاصه اولا، وما كنشربوش عند مع الفطور. انا ما كنشرب لا قهوه لا اتاي مع الفطور، وتا حمزه كناخذو تا نمرو للفطور تا تا كنفطروا داكشي عاد كنجي هنايا نخرجوا كناخذو اتاي ولا قهيوه وصافي. بالنسبه للناس اللي سولوني حتى هما هي واش كناكلوا بالعشريه، راه ما كناكلوش بالعشريه. لاحظوا هنايا عندي هاد الخاله هنا في هاد الجهه، هذه هي الجهه اليمنى باش كناكل، راه غير الكاميرا اللي كتعكس دائما كتعكس. تتشوفوا حتى في الطوموبيل مثلا الا كنت سايقه بحال كنت سايقه على اليمين، ولكن انا راه سايقه بحال كنت سايقه في الجهه المعاكسه. ما عرفتش علاش الكاميرا كتصور بحال ما هكايا. انا كناكل باليمنى، حتى حمزه حتى هو كياكل باليمنى. غير عقلوا هذه هي يدي اليمنى، هذه هي يدي اليمنى، هنا فين كاينه الخاله. ممكن تشوفوني شي مره كناكل وبحال كيتخيل لكم كناكل بالعشريه. راه انا نهار شت راسي قلت العشريه كتبان ليا، ولكن لا البنات والله العظيم راه كناكلوا باليمنى. و فوالا البنات وبقاو معايا حتى حنا مازالين كنوجدوا في الفطور. خرجت غير هذا اتاي يرتاح مع راساته، ونتشوفوا ان شاء الله في الطبيله ديالنا المتواضعه. وهذه هي الطبيله ديالنا البنات، يعني طبيله عاديه ما فيهاش لا تخربيق وداك الشيء اللي اصلا ما غاديش ناكلوه. هذه الكربونارا غادي الحمزه داير فيها بيضه بقى بعينيها، المهم انا ما عنديش مع البيض خضر. هذه الهربر ديالي ها هي كي جات، وهانتوما شفتوا الطبيله ديالنا البنات، يعني طبيله عاديه 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 ما فيها شي حاجه كثيره. الانسان يطيب داكشي اللي ياكلو، ماشي غير يطيب باش غير يطيب وفي الاخر ما ياكلش داكشي ويترمى في الزبل، حرام. رمضان ما دارش لهذا الشيء نهائيا نهائيا. والبنات ما صورتهمش سمحوا لي، لانه بزاف كتبوا لي بانه ممكن يوقع لي مشكل القناه لانه انتير الدراري المينور يبانو. ومهم غنسول على هذه القضيه ان شاء الله، وبقاو معايا في الجلسه انا والزوج ديالي اللي غتجي دابا ان شاء الله. والاغنيه اللي فيها راه حمزه اللي مغنيها ليا انايا. نتمنى يا ربي تعجبكم، وصراحه شكرا لكم بزاف البنات. وهنا جلسة راحة من بعد الفطور وتبادل الحديث الرومانسي.
Je suis vraiment prêt à m'engager pour de bon avec la femme de ma vie qui est toi. Je n'ai jamais été si heureux. Tu es mon rêve défendu. Tu es mon rêve défendu. Mon seul tournant et mon unique espérance. Je peux résister à tout sauf à toi. Tu es tellement entré dans mon cœur. Quand je ferme les yeux, tu es là, je te vois. Mais ce qui me manque, c'est de pouvoir te serrer contre moi. La distance rapproche nos cœurs. Je suis avec toi chaque seconde en ton absence. Mon cœur devient plus fort. Allonge-toi sur ton lit et arrête de respirer. Tu vois combien l'air te manque. C'est comme ça que tu me manques. Mon amour, tu me manques un peu plus chaque jour. La distance nous sépare, mais nos sentiments nous rapprochent. Une petite pensée pour toi et d'énormes baisers, tu me manques. Petit bisou dans le cou pour te dire un mot doux de toi. Je suis fou, je sens ta présence malgré la distance.